هذه الأصوات تعرف بالأوبرا، وهي الحرفة الفنية الإيطالية التي صدحت بها مسارح روما لأول مرة في القرن السابع عشر. وبين عمق الكلمة وعذوبة اللحن تسرد الأوبرا قصصاً وملاحمة معتمدة على الصوت الإنساني المدرب والموهوب. تتشكل لوحة الأوبرا من فنون مختلفة تضم التمثيل والموسيقى والرقص، وهذا ما يفسر براعة وجمال الأعمال الفنية التي تقدمها. وها هي اليوم تكتب صفحة جديدة في تاريخ الأوبرا العربية، حيث كشف الستار عن إنتاج أول أوبرا سعودية وهي الأضخم عربياً. واختير لهذا العمل قصة ملهمة مرتبطة بتراث هذه الأرض، تحمل رمزية الانتماء والموهبة والحكمة. فكانت زرقاء اليمامة المرأة التي عرفت بحدة البصر وقوة البصيرة، كزرقاء اليمامة حين جلى مصائر قومها بصر حديد. في لندن دشنت هذه الملحمة الأوبرالية من قبل هيئة المسرح والفنون الأدائية، وستسطر الأوبرا قصة عربية خالدة على المسارح السعودية. أولاً أبدع في حكايتها وغنائها وأدائها مواهب سعودية تقدم الإلهام الخالص للعالم.